لين الاكس تربيع على اكس في جذر الاربعة ناقص لين الاكس الكل تربيع. اول ما اشوف جذر راح اقول انه 7.3، لا لازم اروح اتاكد انه داخل جذر انه حدودين من درجة ثانية. طبعا داخل جذر مو حدودين من درجة ثانية، ليش؟ لان لين الاكس انا ما عليه من جذر، ما عليه من تربيع، لان الزاوية او الدالة اللي عندي هذه اللي هي لين الاكس مو حدودية من درجة ثانية. اوكي، دام انها مو حدودية من الدرجة الثانية اذا انا مو 7.3. بس اذا تبي تقولينك انت مو 7.3 لازم تجربين السبستيوشن نفس ما قلنا بالفيديو اللي قبله. السبستيوشن افكر فيه قبل لا افكر باي نوع هذا تكامل. اوكي، طبعا افكر فيه بين بين نفسي انه راح يكون واضح عندي اذا شفت الدالة موجودة مشتقتها، فهذا على طول سبستيوشن. انا بيني وبين نفسي اشوف ان الدالة اللي راح افرضها اللي هي لين الاكس مشتقتها موجودة واحد على الاكس، على طول راح تدخلين على منو؟ راح تدخلين على ال 7.3 سوري سبستيوشن. فتفرضين اليو لين الاكس الدالة اللي تحت التربيع هي مو حدودية درجة ثانية، اللي تحتها التربيع راح تفرضينها لين الاكس، يعني هذه او هذه نفس الشيء. اذا اللي تحت ال طبعا سوري مو هذه، لا اللي تحت الجذر. اوكي، اللي تحت الجذر لان احنا شغلنا تحت الجذر، فاللي تحت الجذر وفيها تربيع تاخذينها تفرضينها يو، يعني راح تفرضين الدالة اللي تحت التربيع. اوكي، دي يو مشتقتها واحد على اكس دي اكس. ضمنتي وجود المشتقة الحين شيلي كل شيء بالسؤال حطي بصيغة متغير جديد، راح يصير يو تربيع على واحد على اكس، راح تكون واحد على اكس دي اكس اللي هي هذه واحد على اكس دي اكس، راح تكون مكانها دي يو. والجذر راح تحطينه اربعة ناقص لين الاكس تربيع راح يكون مكانه يو تربيع. الحين بين معاي شكل من اشكال ال 7.3 صح ولا لا؟ قبل شوي ما كان واضح عندي اي نوع راح استخدم، الحين كان واضح حيل. اول شيء صارت درجة ثانية، واضح ان اي نوع راح استخدم من الثلاثة هذول لان جاني متغير ورقم بس. فالمتغير سالب، وين المتغير سالب؟ هذا، والرقم موجب. اذا راح افرض الاكس ساين ثيتا، انا هني متغير يو فراح يكون يو الاي ساين ثيتا، الاي رقم اللي هي جذر الرقم اربعة، جذر الاربعة اثنين ساين ثيتا، مشتقتها راح تكون اثنين كوزاين ثيتا دي ثيتا. الحين اطلع من الفرض شنو قلت اني افرض بعدين اشتق، بعدين اطلع مثلثي عن طريق شنو؟ ان اطلع الدالة اللي معاي على اساس اسوي منها المثلث، راح اقسم هني اثنين اثنين عشان تبقى لي بس الدالة اللي هي ساين ثيتا، فيصير يو على اثنين، واطلع منها بعد الثيتا. الثيتا شلون تطلع؟ اني اضيف الانفرس للطرفين، فساين الانفرس مع الساين راح يروحوا مع بعض بس تبقى لي ثيتا، واضيف الانفرس للطرف الثاني بعد فيصير الثيتا عبارة عن ساين انفرس يو على اثنين، واروح عاد اسوي المثلث. الثيتا هذه ساين الثيتا عبارة عن يو على اثنين، الساين الدالة هذه راح على اساسها راح اسوي المثلث. الساين عبارة عن مقابل على الوتر، اذا مقابلها يو الوتر اثنين، راح اجيب الضلع الثالث الضلع المثلث، اذا راح يكون مربع الاول يو تربيع ناقص مربع الثاني اللي هو اربعة. اوكي، او اربعة سوري اربعة، مربع الاول اللي هو اثنين اربعة واليو تربيع. انزين، الحين وصلنا لهذه الخطوة، شو سوي الحين؟ راح اشيل وابدل، راح ارجع كل شيء بالصيغة الجديدة اللي عندي. فاليو تربيع انا فرضتها اليو بس فرضتها اثنين ساين ثيتا في تربيع، فتصير لي اربعة ساين تربيع للثيتا. زين، الديو راح اشيلها واحط مكانها اثنين كوزاين ثيتا دي ثيتا. زين، هذا المثلث عندي. اوكي، المقام راح احط مكانه اربعة ناقص ساين تربيع للثيتا، سوري اربعة ساين تربيع للثيتا لان فرض اليو اثنين ساين ثيتا. زين، الحين اللي تحت الجذر اشتغل عليه على الصواب نفس ما علمتكم، راح اخذ عامل مشترك ولازم تطلع رفيجة الفرض، ولازم تحت الجذر يكون في اختصارات، فاخذ الاربع عامل المشترك يبقى لي واحد ناقص ساين تربيع للثيتا. واحد ناقص ساين تربيع للثيتا عبارة عن كوزاين
تربيع للثيتا صح ولا لا؟ ومعاها أربعة، يعني راح أدخل داخل القوس أو سوري داخل الجذر راح أدخل أربعة كوزان تربيع للثيتا. لما أدخل أربعة كوزان تربيع للثيتا تحت الجذر شنو راح يطلع؟ راح يطلع اثنين كوزان تربيع للثيتا. إذا على طول أحط أربعة ساين تربيع للثيتا هذا البسط، المقام اللي هو من تحت الجذر راح يطلع لي اثنين كوزين ثيتا، وني في اثنين كوزين ثيتا اساسا بالسؤال دي ثيتا. زين الحين واضح ان في اختصارات راح تروح هذه مع هذه، فبس يبقى لي اربعة تكامل الساين تربيع للثيتا دي ثيتا. طبعا هذه الساين لازم يكون اسها فردي، ما جاني فردي اذا قانون ضعف الزاوية، فبطلها ورا راح يصير أربعة برا، وفي راح يصير نص من القانون ضعف الزاوية، واحد ناقص كوزين اثنين ثيتا على اثنين، أو سوري مو على اثنين، زين دي ثيتا. الحين أكامل هذه راح تصير تكاملها ثيتا، هذه راح تصير ساين تربيع للثيتا على اثنين زائد السي، هذا طبعا برا راح يكون اثنين. انزين الحين راح ارجع كل شيء اخر خطوة من خطوات 7.3، ارجع كل شيء بصيغة الاكس من المثلث. الثيتا عبارة عن لما طلعتها من الفرض عبارة عن ساين انفرس لأربعة على اثنين، اليو على اثنين، الساين انفرس اليو على اثنين. انزين والساين اثنين ثيتا ما اقدر ادخل على مثلث، ليش؟ لان اثنين ثيتا مو ثيتا بس، فروح بطلها من قوانين 7.2 اللي هي عبارة عن اثنين ساين ثيتا كوزين ثيتا، وفي اساسا اثنين فتروح مع هذه مع هذه، فبس يبقى لي ساين ثيتا كوزين ثيتا. ساين ثيتا اساسا انا فارضتها اوكي، فطلعت لي يو على اثنين، اذا ساين ثيتا عبارة عن يو على اثنين. في كوزين ثيتا، كوزين ثيتا عبارة عن مجاور على الوتر، يعني عبارة عن جذر أربعة ناقص يو تربيع، جذر أربعة ناقص يو تربيع على الوتر اللي هو عبارة عن اثنين. انزين الحين آخر خطوة أرجع كل شيء بصيغة الأكس، أنا ما رجعت الحين بصيغة الأكس، نفس سالفة المسألة اللي قبل شوي، أنا كان بالبداية مسألتي بصيغة الأكس رحت فرضتها بصيغة اليو، بعدين صارت بصيغة الثيتا. الحين إذا برجع ما رح أرجع دايركت بصيغة الأكس، ما أقدر، لا رح أرجع بالترتيب، رح أرجعها صيغة اليو، أنا رجعت الحين بصيغة اليو، بعدين رح أرجع الحين صيغة الأكس. فالحين أنا كل اللي عندي يو، رح أشوف أنا شنو فرض اليو أساساً بالبداية، فرض اليو لين الأكس، فشيلي كل يو عندك بالسؤال، حطي مكانها شنو؟ ساين سوري شكو ساين لين الأكس اوكي، لان اساسا احنا بالبدايه كنا فارضين اليو لين الاكس.